عافية الهمزة، من تجارب الإمام مع الأيام مع النفس مع القضاء، ثلاث تجارب في 13 بيتا جديرة بالنظر والتأمل. التجربة الأولى مع الأيام، دعي الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. التجربة الثانية مع النفس، وإن كثرت عيوبك في المرايا وسرك أن يكون لها غطاء، فستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترى للأعداء قط ذل، فإن شماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. التجربة الثالثة، عندما ينزل من الموت، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. وقفة مع النص. البيت الأول، دعوة إلى التسليم والرضا بحكم القضاء، مع أن يتخذ الإنسان الأسباب ويبذل الجهد ويلتطم نفسه بعد ذلك بما يكون، فلتكن مشيئة الله ما دام قد صح عزمه. اثنين، إن كثيرا من الناس ينفض صبرهم عند نزول أحداث الليالي ويجزعون، ولكن هل تدوم الدنيا على حال؟ جدير بك ألا تجزع عند الأحداث، فليس لها بقاء ومع العسر يسرا. ثلاثة، وعند الأهوال والشدائد تظهر الإخوان، فكن رجلا وتحل بالبذل والوفاء. البيت الرابع والخامس، وكل منا يحب أن يستر عيوبه عن الناس للبرايا، وخير ما يستر العيوب البذل، فكن معطاء يستر الناس عيوبك. ستة، الإسلام حريص على أن يبدو المسلمون في كامل قوتهم وعزتهم حتى لا يشمت بهم أعداؤهم، فمن أجل هذا كان أعزة على الكافرين، وإن كانوا في واقعهم أذلة على المؤمنين. وهنا ينصح لنا الإمام الشافعي ألا نري الأعداء منا ذلا لكي لا يشمتوا بنا، والشماتة بلاء وأي بلاء. سبعة، البخيل عدو الله وعدو الناس، لا جدوى منه ولا أمل فيه، ومثله في حالة الشدة كمثل النار للظمآن، هل تروي عطشا؟ وهل يطمع إنسان أن يجد الري والماء في النار؟ ثمانية، رزقك مضمون والاعتدال في طلبه مطلوب، فلا تراخي ولا إرهاق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، كلمة التقاطر والتناحر والتكابر. البيت التاسع، هكذا شأن الأيام، حزن وسرور وبؤس ورخاء، ليس فيها شيء دائم وذلك يعطينا الأمل. عشرة، القناعة هي سر السعادة، ويبدو القنوع ومالك الدنيا سواء. البيت 11 و12 و13، عندما ينزل الموت فلا وقاية منه ولا مهرب، فهو الداء الذي ليس له دواء، فهل أعددت العدة ليوم اللقاء؟ الدعاء، وهل يرد القضاء؟ الدعاء مخ العبادة، وقد طلب الله منا أن ندعوه ادعوني أستجب لكم، وهناك من يحلو لهم أن يحتقروا الدعاء ويزدروه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، رواه الترمذي وابن حبان، وفيه دليل على أنه سبحانه وتعالى لا يدفع الدعاء ما قد قضاه على العبد. وإذا كانت الليالي من الزمان حبلى يلدن كل عجيب، فإننا لا ندري ما في ليل الأحداث من سهام مصوبة إلينا. إن لكل شيء أمدا وغاية، وللأمد انقضاء، وتبقي الكلمة الحلوة على ألسنتنا يا رب. وينكر الإمام المجرب على من يهزؤون بالدعاء صنيعهم، فيقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع القضاء، سهام الليل لا تخطي لها أمد،
وللأمد انقضاء. حب النساء وهل هو بلاء؟ كثر الحديث عن الحب، بعضهم يرى أن حب النساء بلاء ما بعده، ولكن الشافعي رأيا يقربه بيتين. ترى ماذا يقول؟ أكثر الناس في النساء وقالوا إن حب النساء جهد البلاء. ليس حب النساء جهدا، ولكن قرب من لا تحب جهد البلاء. وأراك تقول نعم، إن قرب من لا نحب هو البلاء. وقريب منه قول القائل، ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. فراق الأحب، المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، وليس كثير إلف خل وصاحبه، وليس كثير إلف خل وصاحبه. فقد خلق الإنسان مدينا بطبعه يحتاج إلى إلف، فقد خلق الإنسان مدينا بطبعه يحتاج إلى إلف يعاشره وأنيس يسامره. فإذا ما كان فراق الأحبة أحس الإنسان بالوحشة وتمنى الموت بعد. والإمام الشافعي أحبة فارقهم في رحلات، فعاش تجربة الغربة ومرارة الفراق. إنه يقول: لا سرور يعدل صحبة الإخوان، ولا غم يعدل فراقهم، والغريب من فقد إلفه لا من فقد منزله. ويقرر حسرته على فراق الإلف في البيتين: وحسرة للفتى ساعة يعيشها بعد أدوائه، عمر الفتى لو كان في كفه رمى به بعد أحبائه. قافية الباء سوء التقدير. فمعنى الأدباء والشعراء والفقهاء والمفكرون من سوء تقدير مجتمعاتهم. والأبيات الآتية شكوى حزينة من اختلاط المفاهيم وسوء التقدير وعدم التفرقة بين الذهب والنحاس. ويا ويل الأديب من مجتمع يساوي الرأس بالذنب. إن الناس معادن، فضل الله بعضهم على بعض، فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول الشافعي: أصبحت مطرحا في معشر جهلوا حق الأديب، فباعوا الرأس بالذنب، والناس يجمعهم شمل وبينهم في العقل فرق وفي الآداب والحسب، كمثل ما الذهب الإبريق يشركه في لونه الصفر والتفضيل للذهب، والعود لو لم تطب منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والحطب. الهوى والعقل. ورد النهي الكريم عن اتباع الهوى: ولا تتبع الهوى، والهوى ميل النفس عن الحق إلى ما تشتهي، وعلى الإنسان أن يحكم عقله ويخالف هواه. ويرشدنا الإمام الشافعي إلى ما يخرجنا من الحيرة حين يختلط علينا الخطأ والصواب. إنه يقول: إذا حار أمرك في معنين ولم تدر حيث الخطأ والصواب فخالف هواك، فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. هذه هي الدنيا، يختبر فيها الصالحون، ويبتليهم الله بشيء من الجزع والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. كان فيها من مفارقات جاع فيها الأنبياء كرامة، وشبعت فيها بطون البهائم. الأسود وهي ملوك الغابة تموت جوعا، بينما الكلاب تنعم بما لذ وطلب من لحوم الضأن. ومن عجب أنك تجد من ذوي الحسن من يفترش التراب، بينما ينام العبيد على حرير. ولله في خلقه شؤون، يقول الشافعي في نظرة تأملية إيمانية: تموت الأسود في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد قد ينام على حرير، وذو نسب وفارشه التراب. عندما تقترب نهاية الإنسان ويشتعل الرأس شيئا، خلت نار نفسي باشتعال مفارقي، وأظلم ليلي إذا أضاء شهابها. أيا بومة قد عششت فوق هامتي، على الرغم مني حين طار غرابها، رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك من كل الديار ترابها. أأنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يغني خضابها، وعزة عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها. إذا اصفر لون المرء وابيض شعره، تنغص من أيامه مستطابها، فدع عنك سوءات الأمور، فإنها حرام على كل نفس التقى ارتكابها. وأد زكاة الجاه، واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها. وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم، فخير تجارات القراء اكتسابها. ولا تمشين في منكب الأرض فاخرا،
فعما قليل يحتويك ترابها، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرور وباطلا، كم لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب هم اجتسابها، فإن تجنبتها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، فطوبى لنفس أولعت قعر دارها، مغلقة الأبواب مرخي حجابها. وقفة مع النص. واحد، عندما اشتعل الرأس شيبا وبدأ الشيب في مفرق الرأس انطفأت نار حماستي وهمتي، وعندما أضاء الشيب ليل شعري أظلم ليلي وضعف بصري. اثنين، منذ أن ذهب سواد شعري وحل محله ذلك المشيب الأبيض أحسست أنه قد طار غراب رأسي لتعشش فيه تلك البومة البيضاء. ثلاثة، ما ذلك إلا لأنها رأت خراب العمر مني فذارتني، ولا عجبا، ومأواها في كل الدنيا الديار الخلد. وعندما يرى الإنسان ذيل الشيبة وطلائعه بصفحة خده، لا تسنى له أن ينعم عيشا حيث لا يجدي صبغ المشيب. خمسة، لا عزة للمرء بعد مشيبه، فعندما يتولى الشباب تفنى النفس، وعزة عمر المرء قبل المشيب، وعلى الإنسان أن يستثمر شبابه فيما يعود للنفس. وعندما يصفر لون المرء ويبيض شعره يذهب صفاء الحياة ونعيمها، ويحل الكدر ويمسي موغصا، فلا شيء في حياته يستطاب ويستلذ، إنها سنة الحياة. وعلى المرء أن يهجر على الفور وقبل حلول المشيب، قبيح الأمور وما ساء فعله منها، فحرام أن يرتكبها تقي يخشى الله ويخافه. ثمانية، وعلى الإنسان أن تمل شبابه، أن يؤدي زكاته شاكرا لله أنعمه، فالشباب نعمة، والجاه والمنزلة نعمة، والمال نعمة، ولكل نعمة زكاة، وكما أن المال تجب فيه الزكاة إذا اكتمل النصاب، فكذلك نعمة الجاه والشباب. تسعة، إن أحسن ما يتاجر فيه الكرام اكتساب الأحرار بالإحسان إليهم، كما قال آخر: أحسن إلى الناس تستبعد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانا. عشرة، وعلى العاقل أن يأخذ العبرة فيتخلى عن الكبر والتفاخر، كما قال آخر: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فغدا يحتويه التراب ويصبح ترابا، ويصح فيه قول أبي العلاء: خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. البيت 11 و12: من يذق الدنيا حلوها ومرها وسعادتها وشقاؤها يتبين له أنه ليست إلا غرورا وباطلا وسرابا، كذلك الذي يحسبه الظمآن في الصحراء ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. في البيت 13: إن الذين يقتتلون عليها ليسوا إلا كلابا حول جيفة استحالة وتغيرت وانتنت وكل همهم اجتذابها. البيت 14: ومن يبغي السلامة لنفسه يجتنبها، فإنه إن شارك في اكتذابها نازعته كلابها. 15: الحل أن يلجأ إلى قعر دار، وأن يغلق الأبواب ويرخي الأستار والحجاب لعله يبعد عن تلك الكلاب. وطوبى له بهذا الكلام الشافعي، لا يرضى المسلمين أن يقتتلوا عن الدنيا كالكلاب، وإنما يدعو إلى التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل والبذل والإحسان إلى الأحرار والتواضع، ليسعد الجميع بالحياة في ظل شريعة الله. ولا يظنن أحد أن الأبيات تحمل دعوة إلى الإنعزالية أو السلبية، وإنما هي نظرات للحياة وأخذ العبرة منها.